يومك فلت الله قوت لها قلبي البعيد يومك فلت بسم الله الرحمن الرحيم انت من وين طلعتي يومك فلت تيرارارارارا يومك فلت يا الها تقلب عليك ان شاء الله وتكون عليك بعد قول امين منو هذه اللي قبلت عليك من هذه انت يا الغاليه انت يا فعليك الله ضحكني تعتش اقول منو هذا على بالك ما ادري انك كنت واقف بالسوق مع وحده اخبارك توصلني اول باول عفا عليك شنو من اللي قال لك يبا هذا اللي قال لك بشو سمعتي اي نعم حاقد هذا حاسد يبي يذبحني هذا يبي يوقف قلبي يلنا تستحي على وجهك يا جليل الحيه ريال الشيب تارس راسك تارس حتى وجهك تكذب علي اشكره تكذب علي منو هذا اللي وصل لك ساعه واقف معاها تضحك وسوالف تحكى اعترف قول انت ايش فيك ايش فيك صرتي علي محققه بعد عمري يبا الموضوع بسيط هذه بنت صديق سلمت علي يا سلام بنت صديق وسلمت عليك ومن هو الصديق هذا؟ هذا صديق اسمه أبو خالد أبو خالد ها؟ أبو خالد اسمع يا أبو سليمان سويتها ولفيتها علي هين يصير خير لكن يا ويلك يا ويلك ان طحت عليك ولا صدتك دقيقة ما أقعد لك بالبيت أطلع من البيت يا بعد عمر وين بتروحين وين؟ عند الأهرامات أجاب البلهول على الأقل يحبني وأحبه ثقة ثقة مو أنت ولا أنا يا ما قبلت هين إذا ما خليتك تغني رحلتي وتركتيني شماتي وتركتيني شماتة وحشوة بلسان الفريد ترى لا 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 بتروح أبو الهول فكة ارتاح أنا ما أدري شفين مقرود كل ما أسوي شيء ينتشر على طول والكل يدري هادري من شافنا من صورنا حد بالسوق ما في كاميرات الليل الحين أبو سليمان حب واحدة على أم سليمان؟ شوف عيني ما حد قال لي شفت الخيانة بعيوني كان أروح وأقول لها كل شيء وأنا أشوف المسكين قاعد بالقهوة مدودة وسرحان ويفكر كذي أثار يحب داش بالغرام إيه بخو بعد أنتوا رياي ما منكم أمان إيه يبين من عيونكم ومن حركاتكم وتصرفاتكم بس تبي الصج تستاهل أم سليمان لأنها ذابح الريان طلع عيونه كانت مع الانفسه ايه عدل ايه عدل انا ادري انت الحين بعرف انت مع ام سليمان ولا مع ابو سليمان انا مع الحقل وعلى قصر قبتي دام انك على حقل وقصر قبتك هذه ام سعد اللي اعرفها مو انا تزوجتك وحبيتك عشان الحق